وبركاته وبنفس اللبس ونفس الخلفيه ونفس الميك اب، لاني النهارده الجزء الثاني من الصدر الكبير وما يناسبه من الملابس. اتكلمنا عن في الفيديو اللي فات، لو ما شفتيش الفيديو اللي فات هتلاقي الرابط دلوقتي موجود، ايه البرا المناسبه للصدر الكبير، الكب المناسب، ازاي تاخدي مقاسك مظبوط، وازاي تعرفي انك لابسه البرا غلط. ودول كانوا اربع نقاط اتكلمنا فيهم في الفيديو اللي فات، وعشان الفيديو ما يطولش قلت اعمل لكم جزء تاني عشان اقول لك الملابس المناسبه. لو انت اول مره تشوفيني بس دوسي سبسكرايب، وكمان حطي لايك ولا ديسلايك، وكمان حطي لايك واعملي شير للفيديو لكل اصحابك اللي صدرها كبير وصغير عشان تستفاد. والفيديو ده للبنات فقط، انت بنت خليكي معانا، ولو انت ولد اخرج بره الفيديو، الفيديو ده للبنات فقط. يلا بينا على الفيديو. In my direction, so thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Whoa, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. أول حاجة هتكلم عنها النهاردة بعد ما اتكلمنا عن أنواع البرا وهي أنواع الكبات المناسبة للصدر الكبير، وهو أنواع الملاسب وأنواع الملابس التي تناسب البنات التي تعاني من الصدر الكبير، مع انها ليست معاناة لان قلنا الموضة حاليا هو الصدر الكبير. اول حاجة تلبسيها، او يعني انا هقول الممنوع والمسموح. ممنوع تلبسي هاي نيك بادي او هاي نيك بلوز، يعني ما تلبسيش لابسه بلوزه مثلا برقب عاليه وفيها فيونكه كبيره. عاده الموديل او الموديل اللي بيكون النيك بتاعه عالي قوي بيبين الصدر اكبر، وبيبينه كمان اكبر من حجمه حتى لو هو صغير. يعني ده نصيحه للي صدرها صغير، تلبس الهاي نيك. الهاي نيك بتكبر الصدر وتبين بروزه، فممنوع. اول حاجه ممنوع تلبسي اي هاي نيك بلوزه او بادي، دي رقم واحد. رقم اتنين، استبدل الهاي نيك بالفي شيب. الفي شيب يعني او الراوند شيب، زي ما انا لابسه دلوقتي راوند شيب زي ما انتم شايفين اهي، دي الراوند شيب. الراوند شيب بيعمل اتراكتيف للعين، ان الناس بتبص على الجزء اللي انا لابسه عليه البادي او اللي انا لابسه عليه الجزء ده، فمحدش هياخد باله من الصدر ان كان كبير ولا صغير. بعمل حاجه اسمها كومي فلاش او اتراكتيف لحاجه تانية، بعمل الاتنشن بعيد خالص عن الصدر فما يبانش الصدر كبير. يا اما الراوند شيب يا اما الفي شيب، حلو جدا للصدر الكبير. ودي كانت تاني معلومه، انك تلبسي الفي شيب او الراوند شيب. تالت معلومه وهي البرنتد بلاوز. البرنتد يا جماعه بيبان جدا انه بيغطي الديفوهات. لما برنتد معناها انها تكون منقوشه او مشجره، بس التشجيره تكون صغيره او غامقه عشان تعمل برضو اتراكتيف للعين او تخطف العين للالوان، وما تخليش حد ياخد باله انك لابسه حاجه مبينه صدرك، وده بيقلل من حجم الثدي وفي نفس الوقت يبينه حلو وشيك وجميل وحلو وشيك وانيق في نفس الوقت. تجنبي الخط العريض في البلوزة او في الفستان او في اي حاجة لابساها، بيعرضك جدا وبيكبر الصدر. يعني لو كان صدرك صغير هتلبسي الخطوط العريضة مش هتلبسي الخطوط الطويلة. لو انت صدرك كبير الاحسن تاخدي اللي هو الخطوط المائلة، هتكون احسن كتير، بتخطف العين وما تبينش الصدر كبير وتبينه اصغر من حجمه. خامس معلومة هي القمصان اللي فيها زراير، تجنبيها تماما، لانك مهما جبتي قميص بزراير او بلوزة بزراير، قميص بالذات يمكن البلوزة تكون قماشها مختلف او الخامة بتكون مختلفة، لكن لو قمصان، القمصان بمعنى القميص، لو صدرك كبير لازم هيكون الجزء بين الازرار هيكون مفتوح، لان كبر صدرك بيبين الفتحات اللي بين الازرار. فانصحك انك ما تلبسيش قمصان بازرار او بلوزات بازرار بقصات شديده عشان ما توسعش بين الازرار ويبان صدرك كبير، وهتكون العين دايما على جزء الصدر. المعلومه الثانيه بمناسبه الازرار، انا ممكن اجيب حاجه بازرار لو مضطره ان انا اجيبها، هجيبها اكبر من مقاسي درجه او درجتين عشان جزء الصدر يكون واسع وتقدري تلبسي حزام او تلبسي اكسسوري. حاولي دايما، سادس حاجه، حاولي دايما تلبسي لايرز. لايرز بتداري الصدر، يعني ابقى لابسه توب ساده وعليه مثلا كارديجان او بلورو او حاجه تكون تداري الصدر ويكون قصيره او طويله، هتخلي الناس برضو او خلي الناس اللي تشوفك تخطف عين لللايرز اللي انت لابساها، بس اللايرز تكون خفيفه وما تكونش تقيله عشان ما تبينش انك متينه او تخينه في اللبس او تخينه في الجسم. او الحاجه السادسه اللي عايزه اقول لك عليها ودي مهمه جدا، هو الحزام.
لو صدرك كبير ما تعمليش حاجتين، ما تجيبيش حاجه بوسط استك ابدا، ما يبقاش فستان وفيه استك في الوسط. الحاجه الثانيه ما تلبسيش حزام وترفعيه فوق، بيبين البطن وبيعلي الصدر. ودول اكتر معلومات بشوفها او اكتر حاجه بتستفزني قدام البنات او السيدات اللي صدرها كبير. الاقي صدرها كبير جدا ولابسه فستان باستك او بليسيه او كالوش، ما ينفعش خالص. ولا تلبسي حزام ترفعيه فوق، عايزه تلبسي حزام يكون نازل لتحت، يكون تحت الصدر بشويه علشان يبان الشكل زي ما انتم شايفين في الصور كده بالظبط. والحزام ما يكونش على الوسط من فوق، يعني ما ترفعيش الوسط لفوق، ولا تلبسي حاجه باستك ولا تلبسي حزام عالي يبقى تحت الوسط بشويه، اللي هم بيسموه العرب او السوريين الخصر. ما تلبسيش خصر عالي او ما تجيبيش حاجه قصتها الخصر بتاعها او الوسط بتاعها عالي. واخر معلومه للصدر الكبير في الملابس هو تحاولي تلبسي لون واحد من خامات مختلفه. اللون الواحد زي الممثلات العالميات بيداروا فيه، بتباني انحف، بتباني احلى، بتباني ممشوقه، وبتداري كمان الصدر الكبير. ودول كانوا 7 أو 8 نصايح لاختيار لبس السيده اللي صدرها كبير. يبقى احنا قلنا اول حاجه نتجنب الهاي نيك، تاني حاجه نلبس الفي شيب، تالت حاجه ناخد الراوند شيب، رابع حاجة وهي تتجنبي الخطوط العريضة. يا رب اكون فدتكم النهاردة، ويكون الفيديو الجزء الثاني للسيدة اللي صدرها كبير يكون عجبكم، وخصوصا في الحر. وما تنسيش تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم قوي واشوفكم على خير. باي باي. In my direction, so thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Whoa, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. You make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me till I'm made of how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so it can last long. You are the magnet and I'm the midtide. I'm getting closer, setting.